مصر اتدمرت، مصر انتهت، مصر الله يرحمها وشعبها قاعد يتفرج. Emmanuel variety and Nasir leading the line. Egypt something again like a end up just حتى الان نسبه يعني عاليه قوي في اللقاء ومنتخب اثيوبيا تحس حافظ الملعب اكتر. عدى بن محمود علاء والهدف الاول وعدى كره وتغطيه مش موجوده من عمر جابر ويسجل اللاعب. حتى الان نسبه يعني عاليه قوي في اللقاء ومنتخب اثيوبيا تحس حافظ الملعب اكتر. عدى بن محمود علاء والهدف الاول وعدى كره وتغطيه مش موجوده من عمر جابر ويسجل اللاعب. مصر اتدمرت، مصر انتهت، مصر الله يرحمها وشعبها قاعد يتفرج. كانت خطيره جدا وانفراد كان للاعب ابو بكر ناصر وهدف ملغي ايضا كان للمنتخب الاثيوبي وادي انطلاقه وهدف ثاني في هذه اللحظات الصعبه. هدف ثاني في هذه اللحظات الصعبه. بيكلي 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 امامنا اللي سجل واختراق مع كانت خطيره جدا وانفراد كان للاعب ابو بكر ناصر وهدف ملغي ايضا كان للمنتخب الاثيوبي وادي انطلاقه هدف تاني في هذه اللحظات الصعبة. هدف تاني في هذه اللحظات الصعبة. بيكلي 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 امامنا اللي سجل واختراق مع حتى الان نسبة يعني عالية قوي في اللقاء ومنتخب اثيوبيا تحس حافظ الملعب اكتر. عدى بن محمود علاء الهدف الاول وعدى كره وتغطيه مش موجوده من عمر جابر ويسجل اللاعب. كانت خطيره جدا وانفراد كان للاعب ابو بكر ناصر وهدف ملغي ايضا كان للمنتخب الاثيوبي وادي انطلاقه وهدف ثاني في هذه اللحظات الصعبه. هدف ثاني في هذه اللحظات الصعبه. بيكلي 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 امامنا اللي سجل واختراق مع اهدى اهدى يا استاذ ايهاب مش كويس كده. اهدى اهدى معلش معلش. طب اهدى هو مش عارف ان هيروح لربنا مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا كايرت الشاطر هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش ما بيشوفوش. امي مش عارفين اللي حصل في البلد بسبب امي. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريد وبعت لي اوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع يدعمه يحس انصاره عليه رعب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. وصعب على محمد مرسي عيط طالما يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يقف في المهدين. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش هنعرف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنان ده؟ دي مؤسسه بقت صاحبه 7000 طن حضاره حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد حتى الان نسبه يعني عاليه قوي في اللقاء ومنتخب اثيوبيا تحس حافظ الملعب اكتر. عدى بن محمود علاء والهدف الاول وعدى كره وتغطيه مش موجوده من عمر جابر ويسجل اللاعب. حتى الان نسبه يعني عاليه قوي في اللقاء ومنتخب اثيوبيا تحس حافظ الملعب اكتر. عدى بن محمود علاء والهدف الاول وعدى كره وتغطيه مش موجوده من عمر جابر ويسجل اللاعب. كانت خطيره جدا وانفراد كان للاعب ابو بكر ناصر وهدف ملغي ايضا كان للمنتخب الاثيوبي وادي انطلاقه وهدف ثاني في هذه اللحظات الصعبه.
هدف تاني في هذه اللحظات الصعبة. بيكلي 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 أمامنا اللي سجل واختراق بقى كانت خطيرة جدا وانفراد كان للاعب أبو بكر ناصر وهدف ملغي أيضا كان للمنتخب الأثيوبي وادي انطلاقة وهدف تاني في هذه اللحظات الصعبة هدف تاني في هذه اللحظات الصعبة بيكلي 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 أمامنا اللي سجل واختراق بقى Now sports. Viewers, apologize. I'm continuing.